بسم الله الرحمن الرحيم عليك، أنا قبلك انخرعت، كلنا بالهوى سوا. طيب اليوم أنا سمعت معلومة سبحان الله غريبة جدا، وأول ما سمعت هذه المعلومة اندهشت من ديننا الإسلامي كيف يحترم المخلوقات الأخرى إلى هذه الدرجة. أبي أقول لك المعلومة وشي، سبحان الله، تدري إذا دخلت حية إلى منزلك ما تقتل على طول؟ إذا دخلت حية إلى منزلك ما تقتل على طول، تخيل لازم تستأذن من الحية وتكلمه بأسلوب، تقول له أخرجي بسلام. لا تحس بنطقتك، هذا والله ما هو كلامي أنا، هين لا حول ولا قوة، هذا كلام مشايختنا وأيضا حديث. وأيضا مو تستأذن من الحية بس مرة واحدة، لا أبشرك لازم تستأذن منه 3 مرات، لكن إذا كانت برا بيتك يجوز أنك تقتله. لكن موضوعنا اليوم عن مجموعة مقاطع غريبة صعب أنك تراها بحياتك الواقعية. أبوريكم مقطع الواحد واضح أنه طالع مع أخوياه أو مع عائلته بيغير جو، لكن المشكلة رسبنت لهم حية، رماه بالحجر يبي تبتعد لكن الحية صاملة وما تتحرك من مكانه، لكن شوفوا سبحان الله شلون خلاه تروح. أسألك بالله العظيم إنك تجني أنت في الحين. سبحان الله شفتوا كيف رماه بالحجر عيط لتروح، أول ما قال أسألك بالله ما أدري شلون يعني معنى كلامه، إذا كنت جني إنك تفلح، وأفلح الجني ما شاء الله، ما أدري شلون فهم كلمة تفلح، حتى هو نفسه انصدم من شلون الحية فهمت كلمة تفلح. السلام عليكم، انام واقوم ما شاء الله ما ابالغ، القى اقل شيء 100 منشن على الانستغرام، شكرا للي منشنوني على المقاطع هذه، يعني كل المقاطع اللي تشوفونها هذه بفضل الله ثم فضل اللي منشنوني عليهن، وانا اخذ هذه المقاطع وانزلهن لكم، وكلكم تطلبوني اكثر من سلسله التشطيح، وفيها البعض يبوني ارجع للاخبار، ابشر وبحاول اعدل بينكم قدر الامكان، مو هو موضوعنا هذا، اسعد باللايك اذا كنت قديم تعرفن، واشترك عندي اذا كنت جديد، انا بيبسي وخلنا نخش بصلب الفيديو. ثاني فيديو غريب، قبل لا أوريكم الفيديو أبي أقول لكم شيء، كلنا نعرف أن السيارات قبل يصنعونهن يدخلونهن نفس الفرن ويجربون هذه السيارات بأقصى الظروف وأصعبها، يحطون السيارة تحت درجات عالية من الحرارة ويضغطون السيارة تحت أصعب العوامل لين ما يشوفون قدرات هذه السيارة، وعقبها عاد الشركة تنتج المزيد منه، ثم عاد هذه الشركة تبيعه، يعني تبيع السيارة. ما علينا، شوف هذا الشخص كيف جالس يستعمل سيارة، والله حتى التشريح ما يبونه، سيارة مستحيل تصدق انها تمشي الا ان هذه السيارة تشتغل بكل كفاءاتها وطاقاتها. خذ الفيديو. والله عربية سيارة عربية عندي عربية مش عربية من أغرب الفيديوهات اللي شفتها هذه السنة صراحة. طيب أتحداك مين اللي فاهمين بالسيارات وعندكم خبرة وتقدرون تعرفون السيارة ولو كانت بدون ملامح، وش نوع هذه السيارة اللي معهم واسمها؟ أنا عارف وشي لكن بشوف الخبراء بالتعليقات. ثالث فيديو غريب، أبي أقول لكم شيء قبل أوريكم الفيديو، لو سألتك وقلت لك وش أقوى شيء بالكون من بعد الله، راح ألقى إجابات عديدة لا نهائية، اللي بيقول النار، واللي بيقول الكهرب، واللي بيقول أقوى شيء الحديد لأن لا يمكن كسره، واللي بيقول الحجر، وتزيد الإجابات، لكن تدرون وش من أقوى الأشياء بالحياة؟ أنا سمعت ولا أنا متأكد، لكن ألمى من أقوى الأشياء بالكون سبحان الله، وفي ناس حتى قالت إن ألمى جند من جنود الله سبحانه، حتى أنا ماني مستوعب، لأن ألمى لا إله إلا الله لين وناعم، حتى إذا شربته بارد يرد لك روحك، لولا الله ثم هو ما كانت في حياة، لكن شوف سبحان الله وش يسوي هذا ألمى إذا أصبح متوحش.
شفتوا قوة ألمى لا إله لله شلون قص القفل بثواني قليلة، وفيه أسلحة مصنوعة جلسوا عليها سنوات ما تقدر تكسر هذا القفل. وأيضا ما وقفنا هنا، أبوريك مقطع ثاني، الماء فيه بطارية بس، شوفوا وش سوي هذا ألمى البسيط اللي فيه بطارية. خلى الشوكة تموع كأنها ما هي صلبه، سبحان الله العظيم. رغم ليونة ألمى ونعومته إلا أنه فتاك إذا استخدم بطرق أخرى. من أغرب المعلومات اللي عرفتها عن ألمى. رابع فيديو غريب، بس دقيقة، كلنا نعرف أن العين قادر أن تفرق أزواج وقادر أن تدمر حياة شخص وتنهي حياته، وذكر هالشيء الرسول عليه الصلاة والسلام، معنى أن العين قادرة على إنهاء حياة شخص. ما علينا، مو هذا موضوعنا. شفت مقطع شخص شاف سحلية ضخمة ماكلة وشبعانة، لا إله إلا الله، السحلية شبعانة ألف ويا الله تمشي من النعمة، وشاف هذا الرجال وقال اهب. والله يا عيال ان السحلية هدت وصارت يا الله تمشي، ووقفت وهي تقوم تطلع كل اللي ببطنه. يا سبحان الله، كل اللي ببطنه طلع رغم انها كانت ماكلته خالصة. شوف الفيديو. ورر هذا كوش هو ماكل، واه ماكل اللي حاجتن ما نتم بطنه. وكبر مصيبة كبرى، كوش هو بالك. ها والله طلع لنا شيء، تعال نقدم مالها قبل اكو اكره اكره الضب انا اطلعها انا اطلعها. هب يردي تعال ماكل العكر ضب كامل. كب 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 قاعد خليه ياكل خليه ياكل هب له كش. عندي مقاطع غريبة واجد وتطير العقل، الشباب ما هم قصرين كل يوم يمنشنوني على شيء يدهشن، لكن إذا وصلت إلى هذه الدقيقة أبيك تثبت وجودك وتكتب بالتعليقات وش تبي الفيديو الجاي، مقاطع شاطحة وشطفات ولا أخبار بلايستيشن وألعاب؟ وبالنهاية كلنا عابرين بهالدنيا ونضيع وقتنا لين ما نروح، عبروا عن اللي تبون بالتعليقات، وبس مع السلامة.